انا لازم اعرفكم غلطاتي، بس اوعوا تمسكوها عليا. بس الاول نفتح لبندق وبندقة عشان هما جعانين. تعالوا تعالوا تعالوا. طبعا النهارده انا قطعت صبرايه وريتها لكم. الصبار حتى لو ما كلش البتاع الاخضر، الزلال بتاعه ده هو المفيد. طيب ده فايدته ايه؟ عشان الناس اللي سالت، الصبار كنز معادن، مغنيسيوم بقى، بوتاسيوم، كل المعادن اللي تتخيلوها موجوده سبحان الله في الصبار. كمان هو مطهر معوي، بيقضي على البكتيريا او في اي فطريات في معده الحمام، ولو حمام عنده امساك هو يعتبر ملين. بس احنا هنستخدمه من مره لمرتين في الشهر. تعالوا بقى، هم طلعوا ما صدقوا، اقول لكم على الغلطه. انا كنت محضنه 3 بيضات في العين ديت، و3 بيضات تحت بندق وبندقه، والحمد لله الرقم 3 دول عمليه التحضين تمت، لان في اسس ما بتحضنش ال3 بيضات. انا اسكت، قال ايه بالفقاقه بتاعتي؟ قلت لا، افتح لبيضه منهم، يعني في بيضتين فتحوا وقلت عشان يبقوا مع بعض. البيضه ديت طبعا كان فيها يعني شعيرات دمويه، فالزغلول طلع ضعيف فمات. فانا ايه بقى هتعلم اني ال3 بيضات دولت ما اقربش عندهم خالص. هم طاروا شويه وبعدين دخلوا العين بيكملوا اكل. بس انا هحط لهم بقى الاكل ايه في العين، ياكلوا براحتهم.